اليوم عندنا في المايك الرابع حبيبتي وبنتي واميرتي وجميلتي رسليه برسلي، لاعبه مبارزه سلاح البي، ما ادري اذا قلتها صح ولا لا. وعندنا الكوتش لولو الايوب، لاعبه مبارزه ايضا لسلاح البي. حياكم الله وصباح الخير. صباح الخير، شلونكم؟ ان شاء الله طيبين. الحمد لله تمام. رسليه ولولو منورين صراحه عندنا هني في الاستديو، واحنا يعني على قولتهم انا كذي يعني بنسلط الضوء اليوم على جميلتنا رسليه. رسليه شنو هالانجازات؟ شنو هالمواهب؟ يعني انا خبره فيك اول ما شفتك كم كان عمرك؟ 7 سنوات اقل بعد 5 6. اي والحين ما شاء الله عمرك 14. ما شاء الله. قولي لي رسليه شلون بلشتي في هذا المجال؟ بس حبيت أقول شيء قبل لا أبلش، إن thank you وايد ماما سارة على كل شيء سويتي حبيبتي. و that was my first steps لما كنت عندك. تبتشيني كذي عاد الحين الأمومة طافحة عندي. شلون رسلية شرحي لنا حبيبتي؟ أول شيء أنا I really liked fencing. رشحوا لي يا my parents. بعدين خذيت sessions اللي أبوي كلم أستاذ فارس النصار، ورشح لي كوتش خالد يوسف وكوتش ريم الشطي، وهم علموني الأساسيات. بعدين كملت في أكاديمية توش مع كوتش لولو الأيوب وكوتش صلاح أبو بريكا وكوتش محمد الحرز وكوتش محمد أبل، وهذولا يعني طوروني ما شاء الله. يعني اللعبة صعبة تعتبر ولا سهلة؟ شوف أنا في وايد ناس قالوا لي إن مثلاً هذه بس لعبة وتطقين، لعبة بس كذي تطقين وتوخرين، بس أنا I don't agree with that. هي لعبة فيها تركيز وتزيد الثقة بالنفس وتخلي الواحد جريء، فهو يعني من الذكاء يعني the smartness in the person. ويعني انت قلتي سميتيها فنسنج واحنا قاعد نقول بيق، ابي احفظها ما هو قادر احفظها. في فرق رسلية ايه كنا ابي تصير طوله قاعدين ابي سيف وشوش. وادري ان لما نتيني القزه الفنسنج يسمونها توش 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 توش، يعني مثل جول بالكره القدم احنا نسميها توش، يعني لمسه touch. اوكي من اللغه الفرنسيه. دام انه يعني قاعد نتكلم عن هذا الموضوع التكنيك، او خلينا نقول اللعبه نفسها كتكنيك، كوتش اذا تشرحي لنا اياها شنو فكرتها وشنو فكره اللعبه؟ لان احنا صراحه بالفتره الاخيره يعني كامهات ابهات نعرف في مجال مثلا الفنون القتاليه انه يرفع الثقه بالنفس، بس رسليه اليوم قالت معلومه وايد مهمه ان هذه اللعبه ممكن تساعد على رفع الثقه بالنفس. شلون آثارها وشلون ممكن إن هي تحقق هذه النتيجة؟ أي بالنسبة للأول شيء صباح عليكم بالخير ماما متاني مساء سلم. أشكر طبعا البطلة برسلية على دعوتها لي، هي اليوم دعيتني، أنا وايد فخورة بهالشيء. إن أنا الحين ما قام يدقون علي ولا مو قلت شره، بس جد لأن يعني كون إن في جيل وراء يعني بعدنا هذا شيء يعني يفرحني، ان احنا الحمد لله قدرنا نصنع ابطال. والمهم الميدالية كليس قولوا لي شنو احسن انجاز سويتيه، قلت ان انا قدرت يعني اصنع ابطال من بعدي، فهذه يعني انا وايد فخوره فيها. هي حققت المركز الثالث في بطوله الكويت الاخيره ما شاء الله. اي طبعا بجهدها واجتهادها، احنا مجرد يعني نأدي اللي علينا من ناحيه المساعده ومن ناحيه تسهيل الدرب ونعلم اللي نقدر عليه، لكن لو ما هي عندها الجهد والاصرار كان يعني كان ما قدرت تحققها. هذه من ناحيه اجتهادها، لكن من ناحيه الاهل طبعا دكتوره شيماء البارون يعني شهادتي فيها مجروحه يعني. بس دور الأسرة لا يقل أهمية عن دور اللاعب، في خصوصا في المراحل الأولى، يعني لما هي درجت من عمر 7 سنوات ووراها والدتها نفس ما كان أنا من وراي والدتي يعني والدي الله يرحمه، فدور الأسرة جدا ضروري في هذه المرحلة ومفصلي. ومن بعدها عاد لما يصير عنده سيارته وعنده قراره ذيك الساعه هو يتحمل مسؤوليه صحيح. انجازاته كامله، لكن في هذه الفتره لصنع الابطال من دور من البيت اكثر بعد صحيح. بالنسبه حق اللعبه كمستوى فني يعني اللعبه تحتاج تركيز عالي مثل ما ذكرت رسليه، تحتاج مستوى ذكاء، وفي مقوله قالها كارلس كوف اعتقد اسمه بالشطرنج، ان الشطرنج لعبه
اذكياء طبعا. بس هو يقول انا ما اتفق مع هذه المقوله، لان الشطرنج تجعلك ذكي، فانا حبيت هذه الكلمه، لان فعلا المبارزه يسمونها لعبه النبلاء، لكن المبارزه تجعلك من النبلاء، لان هي تغرس فيك هذه القيم، هذه الاخلاق تمارسها انت على 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 يعني مدار التمرين. لازم تحيي، لازم تسلم، لازم تكون عندك شرف المبارزه، شرف الفروسيه مع الشخص اللي قدامك. فهي مجرد ادوات، يعني شطرنج اداه للذكاء. حبيت الوصفه انا. يعني اوقات لما الواحد بيلعب لعبه يعني دائما يكون عنده منافس، لكن هني لما انت قلتي كلمه ان لا، هي لعبه للنبلاء، وقلتي سطرتي كم شغله اللي تميز فيها نبيل باخلاقه exactly. نبيل بتعاونه، نبيل بمنافسته، نبيل تجسد هالشيء خلال التمرين طول الوقت. بالضبط. انا يمكن اللي لفت انتباهي كلمتين انتو ثنتينكم قلتوها، كلمه التركيز. شنو الشغلات اللي انا احتاج اركز فيها بهاللعبه تحديدا، وشلون هي ممكن تنفعني في حياتي؟ خلينا اول شيء ناخذ رسليه. يا رسليه اجابتك كلاعبه، لان هي على مستوى لاعبه. التركيز هو مثلاً مثلاً هذا يعني سيكرت حلو، إن I want to share it، إن بكل أسلحة المبارزة لازم، يعني هذا شيء أنا حطه ببالي، ما له شغل مثلاً، يعني يقولون مثلاً ما له شغل السرعة، ما له لا هو له شغل، لازم أوكي. تشتغل على السبيد مال your leg. حلو. ولازم تشتغل على إنك في مثلاً سلاح الأبي، سلاحنا وايد ثقيل. اوكي. لا 500 جرام يا دوب عليه 500 جرام، لا تشوفين سمعتنا، الله يخليك نقوي عضلاتك. ويعد الحين انا صوت الام يطلع لا زين. هو وايد ثقيل يعني بالنسبه لي. فهو مع ان مثلا ما يصير you shake it a lot، يعني تحركين، فلازم انت تعرف الاساسيات عشان تعرف انت متى الوقت اللي لازم مثلا تدش فيه اتاك، او متى ترجع ورا عشان يعني لا هو يطقك، يعني لازم انت تروح، انت تعرف من نفسك من ذكائك شلون انت اذا متى تقدر تدش ومتى الوقت اللي تقدر ترجع فيه. برافو. انا بالنسبه لي هي يعني تعتبر طبعا هي كرياضه تعتبر من رياضات الالعاب القتاليه ورياضات التصويب. فالتصويب خلينا نقول الرمايه، انت عشان هلو. تحدد الهدف، انت ما تقدر تحرك المسدس اللي بحاله الرمايه طول في حركات كبيره، فلازم تكون دقيق في حركه المسدس. احنا انا كل التوجيه والتصويب هذا. فالمبارزه نفس الشيء، احنا عندنا في الابي سلاح الابي، عندنا في السيف اخر سيف مثل دقمه بالكويت نسميها كذي باتن، زين دقمه. فهذه الدقمه لازم تنرعص. فانت كل اقول لهم انت شلون تصوبون، تبون على هدف ثابت، يعني احنا عندنا هدف متحرك على هدف، وايدكم مثلا تتحرك كل مكان، فتشوفون التلويح يسمونه بالعربي. لا هو مجرد تصويب، وبعدين بدقه عاليه لازم تكون رايح حق الهدف، يعني ممكن يكون الايد، ممكن تكون الريل، ممكن يعني اللاعب وهو قاعد يلعب وهو يدري شنو يبي يسجل. ليش؟ لانه يشوف الهدف مفتوح قدامه. في لاعب يكون الهدف اللي مفتوح امامه الركبه مثلا، فاللاعب اللي قدامه فاتح ركبته طالع عليه قدام، فتلقى خصمه يبي يسجل على هذه لان تكون اقرب مسافه حقه. في لاعب يسجل على الصدر، في لاعب يسجل على الماسك اللي هو الراس. فاحنا بالنسبه للبي اي ملامسه بين السيف واللاعب الثاني هي هدف، تسجل نقطة. والسلاح الوحيد هم ثلاث أسلحة مبارزة، أبي فلوري وسابر. الأبي هو الوحيد اللي السلاح الوحيد اللي تحتسب فيه نقطة الدبل بين إذا الاثنين سجلوا في نفس اللحظة يسجل الجهاز النقطة، لكن إذا سجلوا بعد بعض يعني 13 من ثانية يفصل الجهاز، ما يسجل اللاعب الثاني، يعني مو واحد عقب الثاني يسجل. لازم يكون سيمولتينيس يعني إلى حد ما، يعني أقرب وقت. أنا بسألك عن إيش كثر الوقت اللي يعني لعبتي فيها اللعبة كلاعبة، وبعدين إيش كثر لعبتي ككوتش؟ لا بس نطلع من الطفولة، بس نطلع فاصل ونرجع مرة ثانية نكشف الأسرار. احنا دائما نقول ان تحت الهواء
تصير سوالف لازم هو يصير الفقرة الرئيسية. نرجع معاكم لولوة ورسلية. لولوة نبي نشجع الأمهات ونشجع أولياء الأمور والأبهات على أن يعني لما يدخلون عيالهم في أي نوع من أنواع الهوايات أو الألعاب يشوفون البات لي قدام. يعني ما شاء الله لولو أنت غنية عن تعرف في الاحتراف بهذه اللعبة، والحين باث أن أنت يعني هي مو بس يعني أسمعك لما تقولين كلمة نصنع أبطال، إتس أكبر من قضية أن أنت فقط تدربين. فهذه الروح يعني اللي قاعدة تطلع من بناتنا اللي حابين أن هم يشتغلون في هذا المجال، نبي أولياء الأمور يعني يرسمون موضوع الاحتراف ونبي نشجع على موضوع الاحتراف. فش كثر يعني رحلتك في هذا المجال كانت؟ طبعا أنا هذا الموضوع وايد يعني واضح أن أنا أحبه وعندي شغف عالي فيه. أطلب منكم حلقة كاملة عنه لأن أنا أواجه مشكلة في بعض الأحيان. طبعا مو يعني عندي جانب جدا إيجابي وبراق ومشرق، وجانب يعني ساعات يحس بالخاطر. ليش؟ لأن الأهالي يعتقدون أن هذا الشيء يعني ليحن في عقلية الثمانينات أو السبعينات أن شلك في الرياضة شلك في الرياضة شلك في الرياضة، وما يفكرون أن هذه الرياضة هي الأداة لتطوير الشخص نفسه. يعني أنت ما يعني مثلا خلينا نقول رسلية على سبيل المثال، أمها ما شاء الله دكتورة أسنان وهي بطلة، ليش هي ما تصير بطلة دكتورة أسنان؟ ليش ما تصير الاثنين؟ ترى ما يمنع بالعكس صار راح يساعدها اكثر. يعني انا ترى الواحد يعني ما يحب مثلا يتكلم عن نفسه ويقول انا بس يعني شخصيا انا عندي 3 شهادات من 3 جامعات مختلفه من تدرجت يعني من لغه الى بكالوريوس الى بوست جراديويت الى هاي ستديز بعدين في برنامج ماجستير نفسه. يعني طبعا يعني قاعد اكلمك عن جامعات اسبانيه في اللغه الاسبانيه. فالموضوع ما كان سهل يعني، وايام الدكشناريز مو ايام الجوجل، بطل دكشناري وندرس يعني دراسات وايد يعني صعبه. زين لكن انا لما وصلت الى برنامج الماجستير قررت اني انا احترف اكثر واجتهد حق اولمبياد بيجينج، وانتقلت بعدها الى بودابست عشان احترف هناك مع المدرب. فنرجع حق سؤالك مرة ثانية، ليش الأهالي ما يركز يعني يأخذون إن الرياضة هذا شيء مهم وأداة لتطوير إحنا بتربية النهاية يسمونها الرياضة أداة لتطوير المجتمعات، صحيح، وأداة لتطوير الفرد والأكبر كنز للدولة مو بس النفط، هو التنمية البشرية وصناعة الفرد وصناعة البشر. إحنا نأخذ كلام إنشائي بس هو مو إنشائي، هو فعلًا أنت لما تشوف عندنا إحنا أحسن جراح قلب في الكويت، ولا عندنا أحسن دكتورة أسنان اليوم اليوم تكاثر الأسنان غازلهم وعندنا أبطال. ترى إحنا عندنا البطل هو مثل شريت مثال أوسكار، عندنا بطل هو مو كذي، هو عنده مخ وهو عنده شخصية، هو عنده رسالة في المجتمع لازم يكملها بعد حياته الخاصة، عنده طبعا حياته الخاصة. بس إحنا عندنا إنه ويأسفني ساعات فعلا يعني أنا ما ألوم العقلية هذه في 100%، لأن في بعض الأبطال ما يتعبون على نفسهم أكاديميا، لأن أنا خلاص بصير بطل. بس هذا ما يكفي انك انت بس تصير بطل، انت فرد في المجتمع، انت لازم يكون عندك عقل، لازم عندك رساله، لازم عندك توعيه يعني حق المجتمع اللي حواليك وشلون تقدر انت تعكس بطولتك هذه على المجتمع. شنو الحبكه اللي تخلي الناس تتجه الاتجاه هذا؟ انا اقول لك حاليا طبعا احنا مثلا جيلنا صار عنده عيال او اباء وكذي. انا عيالي مثلا عندي اولاد 2، انا ام ترى ما شاء الله عندي ولدين فأنا ما أتكلم ساعات بعض الأمهات تقول لا العيال مو شيء. لا أنا أدري أنا عندي عيال 2 ويتفنتقون علي ويحقروني ساعات وأحاول أراضيهم وحاولون يراضوني، لكن بالنهاية اتفقنا إن أهما أنا الحين مثلا دخلتهم ألعاب قتالية أوكي يحبون ألعاب قتالية لا يكرهونه إيه نعم جدا زين يروحون كل يوم إيه نعم يروحون كل يوم ليش أجابك على السؤال ليش يروحون ألعاب قتالية؟ لأن أهما أولاد أهما بالنهاية لازم يعرفون يدافعون عن نفسهم بالنهاية المطاف يعني زين لازم لما أحد يعطيك كف على وجهه كذي ما يبكي ماما تعالي طقني لازم هو يرد الكف كفين مثلا
يحاول يصير عنده ثقة بنفسه، يحاول يطلع نفسه من مشاكل، يحاول إنه هو أقدر أثق فيه أهده مثلاً مكان فيه ألعاب، مكان فيه مش إنه ما عنده أحد يخرعه، ما يحس مثلاً واحد يتسلط عليه لا سمح الله من الناس في أشخاص أمراض عندهم أمراض نفسية يعني الله يكفينا الشر يعني. الواحد يكون واقعي شوية وما نقول إن الحياة وردية وهم أطفال وما شو، لا هو يحب بالنهاية يحتاج يدافع نفسه. أول شيء علمتهم سباحة لأن هذه لايف سكيل يسمونها، لازم يطلع نفسه من الماء. ثاني شيء لازم هو يطلع نفسه من مشاكل لا سمح الله، ما حد يقدر يساعده ولا هو ما يقدر يواجه يعني ويخاف. ليش يخاف؟ بس لحظة يعني. أنا ودي يعني ودي أسألك سؤال شوية إذا تسمحوا لي. من واقع يعني لهدرج عندنا إجرام؟ لا 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 ما عندنا، لا لا أنا الأمانة ما عندنا يعني ما عندنا ذيك الصورة اللي تخلي الواحد يخاف على عياله إذا طاح بمشاكل. لا بس بسافر يوم الأيام، هم بيسافرون، انت ما تقدر يوم يصير عمره 17 راس دقمه وتقول يلا الحين دافع عن نفسك. انت لازم تقنعه من البدايه انه هو قادر انه هو يواجه مشاكل بنفسه وما يتوهق ولا يعني نقدر نقول ان هذا النوع من انواع الرياضات اللي هي دفاع عن النفس قبل لا تكون قتاليه. لا هي يسمونها منتل تفنس، هي صلابه ذهنيه. اوكي، انا لما احد مثلا يغلط علي انا ما بيطق. اي بالضبط ان شاء الله ما ينطق بالضبط. اي هذا اللي انا بوصل له، هذا اللي انا بالعكس انا اقنعه احسن وسيله للدفاع هي انك تركض اسرع شيء تسوي سبرنت زين. بس انت بس صلابه نفسيه، ونفسيا نعرف شلون يتعامل مع المواقف هذه، ويقرا ان هو ان في وما يخاف اذا احد طقه مثلا، ما يخاف، يدري يقدر قوته، هو يقدر عليه ولا ما يقدر عليه. عرفت؟ لا انا ضد العنف بالنهايه، لكن اذا ولدي نحط بوضع يعني هو بغنى عنه مثلا لا سمح الله يعني ما يكون في عنده خوف وفي عنده انتميديشن، ما ادري شو يسموه انتميديشن يعني تخويف يعني ورعب. البنات يخافون اكثر من الرجال؟ لا ما اتوقع. اوكي الزمن تغيرها. لا مو البنت يصير عندها خلينا نسميها دقمة السيرفايفل مود. هي الحين لازم الله منزل فينا هذه الحس ان احنا لازم الحين نعيش. انا حش بذاتي لا ايه، ولازم اعيش، لازم اسوي شيء اخلي ترى اعتقد في دراسات تقول ان في العنف لما يبون جروب رجال وجروب نساء نسبة العنف عند النساء اعلى من الرجال. والدكاتره النفسيه صلحوا لي عاد انا مو مخططه يعني اذكر كني مره سمعت فتحتي لي باب سؤال في موضوع ان الاشياء اللي تكون مثلا حاجه او ماست بالنسبه للمجال الرياضي. بس برجع لك عقب ما اسال رسليه مجال الاستعداد حق البطوله بعد الحين ترى قاعد يسولفون عن البنات والاولاد فطلعي قوه البنات. مجال الاستعدادات حق البطوله هي نفسها فيها اللعبة نفسها يعني نفس الأشياء تسوينها الاستعداد للتمرين؟ هذا رقم واحد. السؤال الثاني رسلية، هم الحين قاعد يتكلمون عن يعني الأولاد وعلاقتهم بالرياضات كفنون قتالية أو مثلا حق المبارزة. أنت كبنت يفرق وياك نوع اللعبة أو يعني أنها لعبة فيها سلاح أو لعبة فيها عنف أو لعبة فيها قتال مؤثر عليك أن هذه لعبتك كبنت ولا ما له علاقة الموضوع؟ لحظة قبل جواب رسلية، أنت ليش صنفتي مبارزة كلعبة عنف؟ مو عنف نهائياً. هي بالعكس أنا أولاد أنا شوفي هرقة جدا نبالة فيها نبالة لا سوري لا إحنا نحوش البدلة ما نحوش الجسم يعني حتى إحنا كل ما زاد ليفل اللاعب بالشطارة يعني الحوش البدلة ما يدري إنه نور ما يدري إنه ما يحسون ما نقدر نحس فيها. ساعات الحكم هو اللي وإيش الحكم يوقف لأنه من كثر ما هو فنياتها عالية هو بس يحوش البدلة. فتفضل سوري. فالحين جاوبي إن ليش هي لعبة الاتيكيت هذه تعتبر من الألعاب اللي عادي إن البنات يدخلونها ويستمتعون فيها وتجهيزاتك حق التمرين؟ أول شيء راح أجاوب على سؤالي حق تجهيزاتي حق التمرين. هو في اختلاف بسيط، مثلاً إحنا our coaches يساعدوننا إن مثلاً يعني نتدرب أكثر، مثلاً يسوون مثلاً هو مثلاً يومين بالأسبوع أو ثلاثة أيام بالأسبوع يسوون أسبوع كامل، واللي حاب إنه يجي كل يوم ويتدرب أكثر ويأخذ مثلاً PTs اللي هو private lessons مع الكوتشز عشان يعني يتعلم شيء جديد خلال هذا الأسبوع لما يجي يوم البطولة. حلو. وماكو فرق بين البنت والولد. A girl can do anything a man can do. بس إن هي لازم مثلاً أنا أركز، لازم أنا أطور من نفسي، لازم أنا يعني يكون عندي أهم شيء confidence إن
ما له شغل، لا هذا صبي انا خاف مش... لا هذا ما في الكلام هذا، اذا انا اشتغلت على نفسي ممكن ان اصير احسن منه. نايس نايس. هني يحق السؤال يعني في ما يخص موضوع انا وايد لفت نظري الموضوع، انك تتكلمين فعلا في شيء واقعي لولو، واحنا الامهات قاعدين نعاني منه، ان موضوع السباحه از لايف سكيلز كل الاطفال لازم يتعلمونه. ما له شغل انه هو مجال رياضي لازم يحترفونه، اتس ا ماست. شلون نعرف كامهات واولياء امور الاشياء اللي تعتبر انت من خبرتك في مجال الرياضه؟ انت طبعا من قلتي بودابست كان ترن البلد انت براسي. هاي قلبي بلد، هاي قلبي والتروش من يعني احنا كان عندنا يعني ابهاتنا الله يرحمهم كان عندهم ذاك الوعي بان يفتحون لنا مجالات الهوايات او مجال الالعاب في المجالات الرياضيه، وكانوا متطورين يعني ان روحوا احتراف ما في مشكله. لكن انا اتكلم عن جيل اليوم والامهات والابهات، شلون نعطيهم الوعي والفرق ما بين المست والنيد في مجال الرياضه؟ اوكي، هذا يعني انا سعيده ان رجعتي مره ثانيه حق النقطه اللي احنا كنا من ساعه يعني في اعتقد ما خلصناها، اللي هي ان الاهالي حاليا، لما قلت ان انا عندي تجارب ايجابيه وتجارب مو وايد ايجابيه، ان الاهالي يقولك هو ما يحب هذه اللعبه. انزين، هو لما يكبر بيقولك انت يعني انت تاخذي القرار مو هو. اوكي، هو في ميول، انا ما اقول لك تجبرينه، يعني مثلا انا ولدي يصير رسام، وانا ادري ان ولدي ما يقدر يرسم زين او ما يعرف يرسم هذا الشيء، لكن لما انا على قولت اروح اعلم سباحه، هو يعني كميه البكي اللي انا مثلا شخصيا عيالي بتشوها اكثر من الماي اللي بالحمام السباحه، انه ما يبي طب زين مستعسر، ما عندي عندي صوره حق ولدي هو صغير، يعني انا بس احد يوديني عنف ضد الاطفال. شالته هو نايم من السياره ورحت وتمرين، يعني تمرين في وايد ناس انا اشوفهم يتنازلون عن خطه التمرين او خطه التدريب او شنو اللي هو قرر انه ولده يسويه في هذا الوقت، سواء كان سباحه او غيره. بس انا سباحه انا اعتقد مثل ما قلت لك هذه مساله حياه او موت، يعني الواحد لازم من واجبه يعلم عياله، عشان لا سمح وايد كثر ناس يعني بسبه السباحه يعني فقدوا حياتهم، خصوصا الاطفال، هم يلتزمون في هذا البرنامج مال التدريب. هم يعني انا تهجون لي خلق انا اروح، اكيد انا بعدها ما لي خلق اروح، لكن انا اقول اذا انا الام ما لي خلق اروح عيل، هو شنو وضعه؟ والسؤال الشيء الثاني، ومعظم الاهال اللي مثلا يطلعون من تمرين كره سله او تمرين كره قدم يكون هو يحب هذه الرياضه، احنا ما نختلف زين، لكن وهو طالع مثلا ما يكون يوم مو كل يوم بالتمرين ترى ممتع، في ايام صعبه، في ايام المزاج ما يكون مضبوط، مو ماكل مو نايم، الياهل يعني عنده تقلبات زين، يكون يومه طويل من جاي من المدرسه فيقول خلاص انا ما ابي اروح مره ثانيه، او الكوتش عصب عليه بذاك اليوم، او رفيجه تنمر عليه، يعني احنا نسميها ضغط الغطا اول، يعني اذا الحين يسمونه تنمر عليه زين، لازم نلفها بشريطه زين. ف يقول لك انا ما ابي ارجع مره ثانيه، قول له اوكي خلاص، لا تساله سؤال انت فزت ولا خسرت اليوم وانت رايح طالع من التمرين، لا تاخذ منه قرارات وهو تعبان، لا تلتزم معه، سوي معه خطه، قول احنا راح نظل في هذه الرياضه 6 اشهر، واذا انت ما قدرت تكون صداقات، يعني بالنهايه هم حياه اجتماعيه يعني ترفيهيه حقه، فاذا انت ما قدرت انك انت تلقى البيئه المناسبه حقك في هذه الرياضه راح نتكلم في الموضوع، بس ما تتنازل من اول فتره، يعني خلينا نقول ياخذ منه شهر شهرين ثلاثه، كل رياضه وطبيعتها وبيئتها، انا ماني فاهمه يعني مو كلهم متطابقين يعني في البرنامج، يعني كره القدم وضعيتها غير عن السباحه، وضعها غير عن كره السله، الالعاب الجماعيه غير عن الفرديه، في العاب بتصير ممله يعني في البدايه الى ان الواحد يتمكن منها، مثلا التنس ايش كثر تضيع منك الكره على ما تقدرين تردينها، المبارزه ايش كثر يبي لك وقت على ما تضبطينها، المتعه تي بعد ما تتعلمين مو في البدايه. صار عندي فضول اعرف رسليه اذا يعني شنو مزاجك مع اللعبة، يعني تيجي أيام مثلاً ما تبين تروحين التمرين، تيجي أيام تتعبين، نبي الصج علشان نعرف يعني نعرف شلون نتعامل مع الأعمار اللي نفس عمرك الحين، ونشجع إن تعالوا دخلوا. كم عمرها؟ لا قلنا 14 لا فين أوكي. إيه؟ أنا مستانسة من بداية الحلقة أعلنت. يعني إن دخلتي في هذا في هذه اللعبة، عطينا يعني شلون قاعدة تتعاملين معاها من ناحية الجانب خلينا نقول المعنوي يعني أو النفسي، إن
مزاجك، لك خلق ما لك خلق، شلون تشجعين نفسك ان تروحين وتستمرين وتحققين هذه البطوله؟ نبي شغلات صجيه صارت لك. ايه مثلا بداياتي، اتكلم عن بداياتي، ما كان مثلا اروح اول بطوله متوتره اروح، مع ان انا داري ان انا اقدر، او مثلا مالي خلق، مع ان انا رايحه مثلا هذا الاسبوع وماخذه بي تيز يعني لسنز اضافيه، اوكي انا ليش متوتره؟ انا الحين قاعده اسال نفسي ضيعت مثلا بطوله كامله، لان مو كل بطوله راح اخذ ميداليه ان شاء الله. مبلا معتوش كل بطولة ميدالية، احنا ما نتنازل عن المنصة. يعني مثلا انا اتكلم عن اول بطولة حقي اللي هي كانت في الاتحاد الكويتي المبارزة، مثلا كنت متوترة، بس انا كنت داري ان مثلا انا او يوم من البطولات اللي فاتت اللي ما خذيت فيها ميدالية انا داري ان انا اقدر افوز، مودي اللي خرب علي. فدايما انا قبل اروح البطولة او اني حتى التمرين اكسر مودي، لأن أنا الحرام الحين خذيت لسن بسبة مودي أنا أو مزاجي أروح أخرب على نفسي. صلابة ذهنية. أيه. أنا بسولف معك بشغلة رسلية. مزاجك هذا تدري من شنو جاي؟ جاي من أفكارك. أكيد. أنت قاعد تفكرين في شيء يخلي مزاجك يتوتر. فتحاولين انك تغيرين الأفكار من خلال أنك أنت تمشين عكس اللي مخك يقولك. والله أنا مثلا ممكن تجيك فكرة أنا ما أبي أروح أساس ما أبي أخسر. صح. راح تخليك متوترة ومتضايقة وزعلانة انك انت ممكن تخسرين، فسوي عكس اللي مخك يقول لك اياه طبعا، وروحي مثل ما انت قاعد تقول. انت هذا الشيء وايد ساعدني اكسر المزاج. انا باخر الويكند اللي فات كان عندنا بطوله البراعم في الاتحاد الكويتي المبارزه. البراعم يعني تحت 12 سنه، يعني هو والسيف طول بعض. شنو 500 بعد؟ عفوا لا اقل شوي، يعني تقريبا 350، يعني شوي اكثر منه هو. زين يسمونه جونيور، سيف جونيور. فالبنات والاولاد فهم يعني، والمشكله ان هم اجريسيف اكثر منهم، هم الكبار اللي يبون يفوزون وكلهم عندهم ان انا ما اخذت ميدالية، شو ما اعطيتوني ميدالية، شو ما فلما بالهم قرقيعان. فلما انا ولدي كان اول بطولة حقه يلعبها عمره 9 سنوات، وقلت لهم اللي اكثر واحد يستانس راح اعطيه جائزة. ما قلت لهم اللي يفوز. انت المقياس في الرياضة مو انك تفوز او تخسر. الله على القيادة يا لولو. وقلت لهم اخر شيء رشوة ثانية عقبها، خاصة لما تكون لعبة فردية. اي طبعا البريشر يصير فيها عالي. اي طبعا. فقلت لهم بعدين مسكتهم قبل يعني قبل ما يلعبون البطوله، قلت لهم اذا الحين انتم بالنسبه لي انتم فايزين، كلكم انتم اللي فايزين. عندنا اي واحنا كلنا راح نطلع نستانس. طبعا رحت نقيت فلوس وديتهم للالعاب. قلت لهم راح نروح نلعب في الالعاب عقب ما العب طول، لان انتم الحين خلاص فايزين، انتم بس استانسوا. يا سلام. عشان لما تخلصون راح اروح وشريت لهم بر وبعدين وديناهم. يا سلام عليك ان انت يعني انا وايد سعيد ان قاعد تقولين هذا الكلام وتذكرين هذا الجانب. وترى احنا النساء شطار في مجال القيادة بالاهتمام بالتفاصيل، خصوصا بما يخص الجانب المعنوي. يعني أنا أحييك لولو على يعني الخطوة اللي أنت ماخذتها الحين، وعلى الجهد اللي قاعد تبذلينه مع عيالنا، وإنك يعني رافع الراية في هذه اللعبة. خلص صرت ترى علم حبيبتي. والله من يبي مبارزة يروح حق دعمكم تشجيعكم. بس بقولك شيء إحنا عندنا بالتمرين داخل الصالة وبرا الصالة، أنا أقضي وقت أكثر مثل ما تشوف حتى دكتورة شيماء برا صالة مع الأهالي. متأكدة لأن يعني مو أدرسهم طبعا، هم غنيين عن التدريس يعني ما شاء الله، هم اللي يعلمونا. بس أقنعهم أن مهما قالت، مع أن إحنا مجال قطاع خاص يعني في الفترة اللي فاتت، الحين إحنا انتقلنا إلى نادي بورغان في يعني في اتفاقية بيننا وبينهم لكن الحكومي. لكن أنا أقنعهم أن كون أن اللاعب أو بنتك أو ولدك ما يبي ثاني يوم، مو عشان انا بكم تسجلون في النادي يعني، بس هو كمبدا انك انت ما تاخذين انت لازم تقررين خطه، وهذه الخطه تلتزمين فيها عشان هو يتعلم يلتزم. طبعا انا متفهمه هذا الجانب يعني، واشد على يعني اشد على ايدكم، وادري ان النساء شطار في هذا المجال. يعني انتم ما شاء الله ما مرت علي كوتش، انا عندي خبره في الانديه الصيفيه والانديه الرياضيه. صحيح. واودي عيالي المره لما تمسك صح في مجال ما فيش رحمه. يعني وايد المساعدة اللي تقدمونها حق أولياء الأمور وحق أبنائنا فيما يخص الأمور اللي خارج إطار التمرين. صح. تخص القيادة، الأكل، تخص
النوم تفاصيل التفاصيل التفاصيل عندهم متابعة ودقة فيعني هذا الأمر شيء يعني تستحقون أن الواحد يحييكم عليه. ورسلية يعني صراحة يعني أنا ترى ماسكة دموعي يعني ماسكة نفسي قصب من أن أعبر عن فرحتي وسعادتي باللي قاعدة أشوفه شنو هالكلام شنو هالأسلوب شنو هالنبالة كلها من الوزعوام من الوزعوام بعد ما شاء الله أنا عليهم بقابل عدبي عدبي ترى مروحنا كلنا عدبي معانا بالتمرين مروحنا كلنا احنا سعيدين فيكم رسلي حمد بورسلي والكوتش لولو والأيوب نورتونا وأسعدتونا بوجودكم معانا في نغم الصباح ونستكمل باقي فقراتنا معاكم.